الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يعني أنا نزل علي خبر بصراحة كالصاعقة، خبر تولي علاء ماضي أبو العزايم رئيسا للطرق الصوفية. طبعا كلنا عارفين علاء ماضي أبو العزايم، كلنا عارفين توجه علاء ماضي أبو العزايم، توجه شيعي بحت، دائما السفر إلى إيران، دائما الدفاع عن الشيعة، حتى معتقدات الشيعة مثل المتعة والإمامة وما شابه ذلك، طلع مؤلفات يدافع عنها. وأنا أستغرب، يعني كنت أظن أن هناك من الصوفية أكثر حنكة، وأنهم فاهمين من هو علاء ماضي أبو العزايم. واستغربت جدا لما لقيته أن هو نجح وبقى يعني رئيس الطرق الصوفية. الموضوع ده يجرنا، هل الطرق الصوفية يعني أصبح منهم الكثير شيعة، أو هم يتجهون إلى التشيع، أم يجهلون حقيقة علاء ماضي أبو العزايم؟ فكيف يجهلون حقيقة علاء ماضي أبو العزايم والكثير منهم تحدث معي شخصيا وقال إن الرجل عنده ميول شيعية، وإن الرجل دائما يزور إيران، ودائما في حسينيات شيعية وإلى آخر وما شابه ذلك من هذه الأقوال. فهل فعلا نحن نتجه، أو الطرق الصوفية تتجه إلى التشيع؟ هل فعلا في الكثير منهم تشيع؟ فنحن نحتاج بيان عاجل من الطرق الصوفية، هل هم يجهلون حقيقة علاء معظم العزايم؟ مع أننا كثيرا ما وضحنا هذه الأمور في الفضائيات، ولكن اتضح لي أن احنا بنتكلم في جانب والصوفية في جانب آخر. يعني أيوة نعم، هناك بعض الأمور، بعض الاختلافات ما بيننا وما بين الصوفية، لكن لا تصل ان هما ينتخبوا في النهاية رجل له ميول شيعية كثيرة جدا ومعلوم لدى الجميع. فلو سمحتم ردوا علينا، لان الموضوع فعلا خطير وجلل، ومحتاجين فعلا يترد علينا. هل تجهلون حقيقة علاء ماضي ابو العزايم انه شيعي وانه يدافع عن المقدرات والعقائد الشيعية، ولا لا تجهلون ففعلا انتم تتجهون الى التشيع؟ فهمونا على اساس ان احنا نعرف يعني ايه بعد كده سبل هنتعامل ازاي، هنعالج المشكلة اللي انتوا وقعتوا فيها دي ازاي. فالله المستعان، فياريت تفهمونا الموضوع على اساس نبقى عارفين الخطوات المقبلة ان شاء الله هتكون ازاي وكيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.